وأعتقد بأن بنك قطر ينبغي أن يخضع لتحقيق، والهيئات التي هي موجودة في الأمم المتحدة عليها أن تدقق في كيفية تجميد الأموال وتتخذ إجراءات. إذا طبعا هذا يتطلب تحقيقا، ثم بكل تأكيد يتطلب عقوبات، أيضا فرض عقوبات إذا كانت تلك الأموال المجمدة قد تم منحها لهذا الشخص. ولكن كما قلت، هم قالوا بأن هذه الأموال هي للمواد الغذائية، ولكن على التحقيق أن يثبت ذلك.